هل كل كلمة يد في القرآن معناها القوة؟ لأن البعض قد يفهم أنكم تقولون بقول الأشاعرة. يا أخي أنت ما فهمت، الذي في الآية ليس فيه يد، أيد يعني قوة، أما اليد لله عز وجل فهي صفة من صفاته، صفة من صفاته. ما قال في الآية والسماء خلقناها بيد، قال بأيد يعني بقوة، وليست هذه من آيات الصفات كما ذكر العلماء. ولا يفهم هذا، ما يفهم هذا الإنسان جاهل، ما يفرق بين الألفاظ. نعم.